هذا البرنامج برعاية ولهدة. السلام الله عليكم أعزائي وأعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الأسطوري سلام على نوز، الذي يأتيكم كل يوم، يوم الثلاثاء، بكرة منتجها أربعاء وخميس من كل أسبوع، نستعرض في أهم الأخبار اللي صارت على مدار الأسبوع ونبدأ النشرة كالعادة بشحنة اللايكات منكم. وبالله عليكم حطوا لايك، هل وصل المقطع لمليون لايك؟ لأن إذا وصلنا لمليون لايك يعني راح ينتشر كثير وراح تجيب شيء كثير. روك ستار راح تعطيك 5 ألعاب مجانية وراح تقول لك بعرف خواتك اشتري جي تي اي ترولوجي لأنه ما حدا راضي يشتريها. والألعاب هي جي تي اي 5، جي تي اي 4، واللي نوار وبولي، شو خامسة؟ ماكس بين. يعني حرفيا جاي عم يقول لك بعرض خواتك اشتري لعبتنا، بالله عليك انفضحنا. بس قبل ما تهور وتروح تشتري عزيزي المشاهد لانك انت مطنوخ كثير، راح اقول لك شغله واحده او ثنتين. الاولى لازم تكون على البي سي، الثانيه لازم تشتريها من مشغل روك ستار المعفن اللي اسمه روك ستار لانشور. رسميا لعبه اي فوتبول 2022 تحصل على جائزه أسوأ لعبة في 2021، وترعتها جزئية كثير، فبليز لا تسكتوا. الإمباب فتاح الأبواب هو الأكثر تسجيلا للأهداف في فيفا 22، وكما قال دحو مثال 9 في كلمته الشهيرة فتح الأبواب. وخبرنا الرابع بقول لك أنه في مرة ختيارة أخذت 6 سويتش أوليد مجانا. ليش؟ لأنها ساكن جنب المحل، بس ساكن جنب المحل، فأصحاب المحل قرروا أنهم كافؤوها ويعطوها 6 أجهزة سويتش أوليد اللي مش موجود بالسوق، وقالوا لها هاي لأحفادك، حتى بتشتريش من عندهم بس لأنها ساكن جنبهم. ولا والحلو أنها تقول ما بدها إياه، ما بتعرف شو هو أصلا. حملة مقاطعة على ستار وورز إكابلس أو هاي الكلمة، المهم سبب عنصريتهم وعدم دعمهم للمثليين. صار ضبط لهم مش بتصير عنصري. الله ياخذكم، الله يلعنكم. هاي اكيد انتم عرفتوها، يعني توتها بس انه اكيد عرفتوها. ايبك جيمز تعلن انها ستقدم للمستخدمين متجرها ايبك جيمز ستور 15 لعبة مجانية معفنة على مدار 15 يوما بسبب احتفاليات الاعياد والقصص الطرمة هاي. وهيك عزيزي المشاهد الفقير راح تعبي مكتبتك من العاب ما راح تلعبهم. لعبة باتل فيلد 2042 كانت ستقدم كوارث طبيعية، بس طلعت هي كارثة طبيعية، فحلوا المشكلة. حلوها، نضحك بعض، حلوها ولا ما حلوها؟ أبدعتم يا والله إنكم أساطير. نينتندو سويتش واصل التفوق في إسبانيا على منافسيه ويقول فيسكا برشا أن فيسكا كاتالونيا. هو قصده عن فريق النسوان تبعت برشلونة، لأنه فريق الإسلام هم النسوان، فريق النسوان جماعة الخير شوفوا نتائجهم والله بتخوف. تقول بايرن ميونخ النسوان جباري راح يفوز بكل شيء. أنا الآن بشجع النسوان برشلونة. أركش حرم مطالبات تشغيل لعبة داينج لايت 2 على جهاز الحاسب الشخصي. ليش بحكي زي هيك يا زلمة؟ على جهاز البي سي، يعني إذا عندك بي سي أنت بدك هاي المواصفات، تمام؟ ولا ما راح اقول لك هالمواصفات لانه جهازك ما راح اشغلها، فليش اغلب بحالي واغلبك وضيع وقتي وضيع وقتك؟ لا خلص انت بدك اياهم وروح عنهم، بس يعني بالغالب ما راح تشغل. بس والله السويتش شغال معنا صح، فالخبر الجاي بيقول لك انه جهاز السويتش يسحق منافسيه سحق الكلاب. حرفيا يا جماعه الخير سحقهم سحق الكلاب في جنه الويبز اليابان، حلم كل واحد اوتاكو. وحصل على نسبة 98.5% من مبيعات السوق الياباني خلال الفترة الماضية، وترك 1.5% لباقي الأجهزة. إيش في؟ مش عارف 98.5%، يختب أعطيهم النص خليهم هيك 2%، يعني كثار مالك أجهزة كثيرة ربيتك. كيانو ريفز يكذب مطورين سايبر بانك ويعلن أنا ما لعبت اللعبة. أضلاك كذابين، هم حكوا أنه أنا لعبت اللعبة بس أنا ما لعبتها، حكوا هيك عشان يبيعوا ودفعوا لي مصاري كثير، فيعني عادي يحكوا. فبهيك بنعرف إنه سايبر بانك كانت مبنية على كذبة، وإنه كيانو ريفز بس حطوا صورته جوا اللعبة وباعوها على أساس إنه لعبة كيانو ريفز، هو حتى ما بيلعبها. يا أخي أتوقع إنه حتى ببجي ما بيلعبها، تخيل لوين ببجي.
في اشاعات غريبه جدا والله، لكن جي تي اي 6 بتواجه مشاكل كثيره في مرحله التطوير. المفروض انها خلصت، يعني اللعبه صار 8 سنين المفروض خلصتوها، حاليا انتم بس قاعدين تحطوا كلمات سر تجربوهم. وبقول لك انه اللعبه راح تطلع مخيب للامال، فعزيزي المشاهد لا تتامل كثير باللعبه او تامل، لان الحلقه الماضيه مدير روكستار كان يمدح فيها ويقول له لعبه كويسه لعبه ممتازه. واخيرا نرجع لاخبار حبيبتنا مايكروسوفت، وراح تستحوذ على شركه جديده، خبر استحواذ يا جماعه الخير، واحنا عارفين من ملوك الاستحواذ. والخبر بيقول لك شين تستحوذ على شركه امبيلونكس ديلايت وورلدز. ترى قراتها كثير، عدتها كثير، فحطوا لايك عشان هاي النقطه بس. لحظه، الخبر من سوني وين مايكروسوفت؟ معقول مايكروسوفت خليهم يستحوذوا هيك وهي قاعده بس؟ شو القصه؟ اكيد الخبر الجاي راح يكون عنهم، يعني هم استحوذوا على سوني نفسهم، عشان هيك سوني قاعد تستحوذ اكيد ما فيها. طب الخبر اللي بعده مش عن مايكروسوفت، فالخبر بقول لك انه جي تي اي 5 صار فيها استكمال للقصه تاعت فرانكلين جوا جي تي اي اونلاين. الجماعه ما كانوا يشتغلوا جي تي اي 6، كانوا يشتغلوا جي تي اي اونلاين، فيطلع جي تي اي 6 معفنه. انتوا عارفين الحق على ايش جي تي اي اونلاين، بس اكيد في خبر لاستحواذ شركه مايكروسوفت على سوني، يعني اكيد الجماعة صاروا يستحوذوا سوني أكيد انباعت. استوديو فالكيري انترتينمنت تم الاستحواذ عليه من قبل سوني. استنى شوي أنا أرجع أقرأ الخبر. فالكيري انترتينمنت استوديو يستحوذ عليه من قبل سوني. لا الخبر صحيح يا جماعة الخير، سوني استحوذت على استوديو ومايكروسوفت لسه ما استحوذت على إشي لحد هاي اللحظة، أو حتى ما فكرت أنها تستحوذ. غريبة، كنا ناويين نستحوذ على شيء كثير كبير، معقول استحوذ على سوني جد؟ والله بيعملوها، تبني بيعملوها. مطورين لعبة البوبجي يستثمرون 11 مليون دولار في شركة طماطم الخاصة بتطوير ألعاب، تعرفوها ألعاب توصيل أبو شفة وتريكس أبو شفة؟ يس، وبحب أحييهم يا جماعة، يعني ألعابهم حلو، بس إنه التيك توك تبعهم شيخ، بليز. إذا بتشوفوا هذا الفيديو والله التيك توك يعني محتواكم كرنج، جد كرنج، تقدر تقدموا إشي أحلى من هيك؟ أنتوا شركة تطوير وصار معكم 11 مليون مالك أنصبتوها. في خبر متأخر 4 سنوات، لعبة البوبجي الأصلية أو كما تعرف بالوطن العربي ببوبجي ستيم مع شوقة جماعة البي سي اللي شايفين حالهم هم أفضل ناس بيلعبوا ألعاب بالتاريخ، ستصبح مجانية بداية السنة الجاية تقريبا في يوم 12 يناير، والخبر متأخر جد 4 سنين. يعني المفروض انه اول ما فورتنايت نزلت انتو قلبتوا مجانا، يعني هسه فورتنايت قاعد بتموت وانتو اصلا لعبتكم الميتة بتكون اياها تنلعب. يلا على كل حال جماعة البوبجي الان بيقدروا يلعبوا لعبة بوبجي الاصلية على جهاز الكمبيوتر او البلاي ستيشن او الاكس بوكس. وانا عارف السؤال راح ينسأل وقتها، هل اللعبة تحتاج بلس؟ لا ما بتحتاج. واخيرا خبر عن اكس بوكس، بقول لك فيل سبنسر اكس بوكس جيم باس ليس تركيزنا الاساسي. والله يا ابو سبنسر الصراحه يعني انا خايف على الوضع، انتوا جماعه صاركوا كم من فتره هيك يعني مش مستحوذين على اشي، وهسه انت قاعد بتاكد على فكره انه انتوا مش شركه جيم باس، انتوا رح تستحوذوا اكيد على شركه كبيره، فاتوقع انه ممكن سوني تنباع. يعني اسمع، اذا بدك تشتريها بليز نزل العابهم على البي سي باللعب، والله يعني مش حلوه نشتري بلاي ستيشن عشان نلعب العابهم على 30 و60 فريم بليز. ابو سبنسر انت صاحبي تعرف كيف، وانتم صحابي كمان حطوا لايكات فجروا المقطع واكتبوا لي كومنتات شو في شغلات بدكم يعني نطورها بالفيديو هذا. تنسوش ايش؟ خلص انسوا خلص، يلا مع السلامه يا جماعه الخير.